السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم من العافية يا عاشر. اليوم بدنا نكمل حصتنا أو درسنا عن خصائص المثلث. أحل معاكم الواجب اللي كان عليكم تدريب 16 صفحة 61. أتمنى منكم تكونوا مركزين معاي وما أخذين الموضوع على محمل الجد. هلأ بدنا نحكي عن تدريب 16. تدريب 16 بحكي لي ميم نون لام مثلث فيه ميم تساوي 3 احداثياتها 3 5 نون 7 3 صاد سوري لام سالب 1 سالب 2. السؤال الاول بده ياني اوجد طول القطعه المستقيمه الواصله بين منتصفي ميم لام ونون لام. بالبدايه بدنا ارسم معكم المثلث زي ما انتم شايفين، المثلث ميم نون لام، مثلث فيه لام احداثياتها سالب 1 سالب 2 ميم 3 5 نون 7 3. بده يعني اوجد قطعه المسافه او طول قطعه المنتصف الواصله بين منتصف الميم لام ونون لام. طب بالبدايه راح نحكي كيف انا بدي اوجد الضلع اللي بدي اشتغل عليه يمس بدون ما ارسم. حكينا قبل شوي أو بالمثال السابق على ميم، مثلا أنا عندي ميم لام ضلع ونون لام ضلع. إيش الضلع المشترك أو القطعة المشتركة بيناتهم؟ اللي هو لام، بشطب لام من هون وبشطب لام من هون. إذن أنا رح أشتغل على ميم نون، على الضلع ميم نون. إذن القطعة اللي بدي أشتغل عليها حيكون النقطة المنتصفي بيناتهم تساوي نصف القطعة ميم نون. إذا أنا بدي أجي أسمي هلا كاف نقطة المنتصف بين ميم ولام، وعين هي نقطة المنتصف بين نون ولام. تمام لهلا نيجي نحكي كاف عين شو بدها تساوي حسب المبرهنة. المبرهنة أرجع أذكركم إنها بتحكي طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في المثلث، بين منتصفين ضلعين بالمثلث يعني كاف عين تساوي نصف ميم نون أو تساوي نصف الضلع الثالث. في حد لهلأ عنده أي سؤال؟ تمام نيجي نحكي كاف عين تساوي نص ضرب ميم نون. نيجي نحكي أنا معطيني طول القطعة ميم نون لحد في السؤال مو معطيني إياها، ولكن أنا معاي إحداثياتها بتخليني أطبق على قانون أخذناه بصف تاسع اللي هو البعد بين نقطتين أو المسافة بين نقطتين. كيف بدي أوجده؟ بوجده من خلال قانون. أول إشي أكتب ميم نون هي القطعة اللي بدي أوجد مسافتها أو طولها تساوي جذر سين تنين ناقص سين واحد تربيع زائد صاد تنين ناقص صاد واحد تربيع. أحدد سين تنين بالنسبة للقطعة اللي بدي أشتغل عليها، ميم سين واحد تلات، صاد واحد خمسة، نون سين واحد سين تنين آسفة سبعة وتلات صاد تنين. نعوض تعويض مباشر في القانون، سين تنين سبعة ناقص سين واحد تلات كلهم تربيع زائد صاد تنين تلاتة ناقص صاد واحد خمسة أيضا الكل تربيع. نيجي نحكي يا عاشر سبعة ناقص ثلاث بطرح طرح عادي أربعة، أربعة تربيع زائد ثلاثة ناقص خمسة نطرح والإشارة الأكبر سالب اثنين تربيع، وما ننسى نحط الجذر. هلأ دور التربيع نربع ما داخل الجذر، أربعة تربيع ستاعش زائد سالب أربعة تربيع سالب اثنين تربيع آسفة وتساوي أربعة. بصير عندي تحت الجذر يا عاشر 16 زائد 4، 16 زائد 4 ويساوي 20. أنا ما بعرف جذر العشرين، الجذر العشرين مربع غير أو العشرين مربع غير كامل، أنا بكتفي إنك تحط لي إياها زي هيك يساوي جذر العشرين. أنا لحد الآن أنا ما خلصت حلي، أنا بدي أوجد طول كاف عين اللي هي القطعة المستقيمة الواصلة بين المنتصفات ميم لام ونون لام. طيب القاعدة بتحكي لي انه هاي القطعة بتساوي نص الضلع الثالث.
أنا طب وجدت الضلع الثالث اللي هو ميم نون، طلع معاي جذر 20. طب كيف بدي أوجد كاف عين طولها؟ بحكي على حسب القاعدة، كاف عين تساوي نص ميم نون، نص ضرب جذر 20 وجدناها ويساوي جذر 20/2. تمام لهلأ؟ نيجي نحكي فيما لو يمس. أنا بدي أحلها بطريقة تانية، أو أنا كنت جايبت لكم هذا السؤال، ممكن ضع دائرة وأنت ما لقيت هاي الإجابة في ضع دائرة. كيف ممكن تكون؟ باجي أفصل الجذر زي ما أخذنا في السنوات السابقة. جذر 20 يا عاشر هو بقدر أجزئه لجزئين، هو عبارة 20 عبارة عن عدد حاصل ضرب عددين في بعض. إيش هم؟ جذر 20 يساوي 4 ضرب 5، صح؟ 20 هي عبارة عن ضرب 4 في 5 يساوي 20. بحط 4 ضرب 5 تحت الجذر، أنا هيك بس عم بفصل 20. 20 تساوي جذر 4 ضرب 5. طب 4 هي عبارة عن مربع كامل، لو نيجي نحكي هي هنفصلها أكثر، جذر 4 ضرب جذر 5. جذر 4 يا عاشر، 4 مربع كامل، جذر 4 2. جذر 5 ما بقدر أوجدها، بتركها زي ما هي، ما عندي مشكلة. 2 ضرب جذر 5 كاف عين. هلأ بدي أعوض على القانون، كاف عين ويساوي نص ضرب ميم نون، ميم نون طلعتها هون 2 في جذر 5، عندي 2 في البسط واتنين بالمقام، نشطبهم بيروحوا مع بعض، صفي عندي 1 ضرب جذر 5 ويساوي جذر 5. تمام لهلأ يا عاشر؟ تحللي بهاي الطريقة أو تحللي بهاي الطريقة، أنا ما عندي مشكلة، بعتبر حلك في حالتين صح. تمام؟ نيجي نحكي هلأ الفرع الثاني من السؤال، بحكي بيّن أن القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ميم نون وميم لام توازي نون لام. احنا حكينا عندي في الميل متى بقرر انه المستقيمين متوازيين، في حالة انه ميل الضلع الاول يساوي ميل الضلع الثاني زي ما اخذنا بالدرس السابق واللي قبلي. هلا نيجي نحكي لحتى اثبت، هي خطوات الحل عم بكتب لكم اياها وكاتبت لكم اياها لحتى تركزوا وما تضيعوا انتوا بتدرسوا او انتوا بتنقلوا على الدفتر. بين ان القطعه المستقيمه الواصله بين منتصفي ميم نون وميم لام توازي نون لام. اذا اول اشي يا عاشر بدنا نشتغل عليه اللي هو ان نثبت انه ميل الضلع الاول يساوي ميل الضلع الثاني. في هاي الحاله راح انا ارسم لكم المثلث، هي المثلث لعبت مغيرت في شكله شوي عشان نتماشى مع المطلوب الثاني. المطلوب الثاني بده يعني اوجد انه هاي القطعة النقطة او القطعة الموجودة بين او الواصلة بين منتصفي تساوي توازي نون لام. انا رسمت المثلث بس غيرت المسميات نون ميم لام. بحكي لي القطعة الواصلة بين منتصفي ميم نون وميم لام تساوي توازي نون لام تساوي ضلع الثالث. اذا بده يعني في هذا السؤال اثبت ان هاي القطعه توازي نون لام، سين سمي نقطه المنتصف بين نون وميم سين، ونقطه المنتصف بين ميم ولام هي عين. بده يعني اثبت انه هاي توازي اسفه نون لام. بداية لازم حكينا أشتغل على الميل، لازم أوجد ميل نون لام، نجد ميل نون لام، ومن ثم نجد ميل سين عين حسب قانون الميل. بما أنه ببداية السؤال كان معطيني إحداثيات كل نقطة، بقدر أوجد الميل بالتعويض المباشر. بداية أنا بدي أشتغل هلأ على النقطتين، النقطة نون والنقطة لام. نيجي ناخذ إحداثيات نتذكر مع بعض إحداثيات نون لحتى ما نتخربط. نون إحداثياتها 7.3
ولام إحداثياتها سالب واحد فاصلة سالب اتنين. هلأ يا عاشر بدنا نوجد الميل لهدول النقطتين. الميل قانونه نتذكره مع بعض، صاد تنين ناقص صاد واحد على سين تنين ناقص سين واحد. ميل نون لام يساوي صاد تنين ناقص صاد واحد على سين تنين ناقص سين واحد. نحدد بداية سين واحد صاد واحد سين تنين صاد تنين عشان ما تتخربطوا انتوا بتحلوا. صاد تنين سالب تنين ناقص صاد واحد اللي هي سالب تلات، سوري موجب تلات، على سين تنين سالب واحد ناقص سين واحد اللي هي سبعة. سين تنين سوري سالب تنين ناقص تلات على سالب واحد ناقص سبعة حسب النقطة اللي عندي. سين تنين ناقص سين تلات، عندي هنا إشارات متشابهة بجمع والإشارة سالبة وتساوي سالب خمسة، وبالنسبة للمقام سالب واحد ناقص سبعة ويساوي سالب تمانية. سالب خمسة على سالب تمانية سالب بالبسط وسالب بالمقام، السوالب تروح مع بعض ويساوي خمسة على تمانية. العدد الكسر أو الميل لا نون أو لميم لا نون لام يساوي خمسة على تمانية. أنا هلأ وجدت الميل للضلع الأول، يا عاشر بدي أوجد ميل الضلع الثاني. أنا هون وجدت الميل بكل سهولة، ليش؟ لأنه معطيني النقاط. بينما نون بينما سين عين لازم أوجدها من خلال أوجد نقطة المنتصف لسين ونقطة المنتصف لعين. إحداثيات نقطة المنتصف هاي لازم أوجد إحداثيات نقطة المنتصف للضلع أو للنقطة سين. هيني هون كاتبت لكم إحداثيات سين هي منتصف نون ميم، راح أشتغل على قانون نقطة المنتصف للضلع، وإحداثيات عين هي عبارة عن منتصف الضلع ميم لام. هلأ أنا نشتغل مع بعض. في هاي الحالة أو النقطة أو الخطوة الثانية بدنا نوجد إحداثيات نقطة منتصف ميم لام وهي عين. لحتى أوجد إحداثيات المنتصف بدي أوجد إحداثيات عين. نتذكر مع بعض ميم نقطة تاعتها أو إحداثياتها 3 5، لام إحداثياتها سالب 1 سالب 2. بدنا نحدد سين واحد صاد واحد سين تنين صاد تنين. هلا سين واحد صاد واحد سين تنين صاد تنين، بقدر من خلال هدول الإحداثيات أوجد إحداثيات عين. شو قانون إحداثيات عين؟ إحداثيات عين القانون بيحكي سين واحد زائد سين تنين على تنين فاصلة صاد واحد زائد صاد تنين على تنين. عندي سين واحد تلاتة زائد سالب زائد سالب واحد اللي هي سين تنين على تنين فاصلة صاد واحد خمسة زائد صاد تنين سالب اتنين على تنين. هلا بشتغل كل إحداثيات لحالها. ثلاثة زائد واحد عندي إشارات مختلفة، بطرح بالإشارة للأكبر. اثنين على تنين فاصلة خمسة زائد سالب اثنين على تنين. خمسة زائد سالب تنين وبطرح بالإشارة للأكبر. ثلاثة على اثنين، عندي هون اثنين على اثنين فيها بواحد فاصلة ثلاثة على اثنين. إذن إحداثيات نقطة عين هي عبارة سينها واحد والصاد ثلاثة على اثنين. لحد هلأ بتمنى يا عاشر ما يكون في أي مشكلة معاكم وانتو بتتابعوني. هلأ نتذكر أنا شو عم بعمل. السؤال بده نبين إنه القطعة المستقيمة هاي توازي نون لام. لحتى بين لهم هذا الإشي وجدنا نون لام الميل الخطوة الأولى. لحتى
نوجد ميل القطعة الثانية سين عين، لازم نوجد إحداثيات عين ونوجد إحداثيات سين ونطبق على قانون البعد بين نقطتين. هلا وجدنا إحداثيات عين، بدنا نوجد إحداثيات نقطة منتصف نون ميم وهي سين. هون معطيني نرجع نكتب إحداثيات نون وإحداثيات ميم. إحداثيات نون معطيني إياها يا عاشر 7.3، أما إحداثيات ميم 3.5. أنا هون بكون حددت السين والإحداثيات لكل نقطة. بدنا نستخدم سين، نحدد سين واحد لحتى نسهل على حالنا الحل، سين 2.ص1، وهنا عندي ص2، ونعوض هلأ تعويض مباشر لحتى نوجد إحداثيات سين. على قانون إحداثيات نقطة المنتصف، سين 1 زائد سين 2 على 2 فاصلة صاد 1 زائد صاد 2 على 2. نعوض تعويض مباشر، سين 1 حددناها 7 زائد سين 2 3 على 2 فاصلة 3 صاد 1 زائد 5 على 2. 7 زائد 3 10 على 2 فاصلة 3 زائد 5 8 على 2. 10 على 2 5 فاصلة 8 على 2 4. أنا هيك بكون وجدت إحداثيات سين اللي هي 5 4، نكتبهم 5.4. أنا هيك وجدت إحداثيات سين. إحداثيات عين كانت عندنا 1.3 على 2. أنا هون صار عندي إحداثيات النقطتين، راح أوجد هلأ النقطة أو الخطوة الأخيرة، أوجد الميل لسين عين من خلال الميل بتاع سين عين. يا إما بيطلع معاي متوازيين إذا كانوا متساويين، أو ما بيطلعوا متوازيين القطعتين. نوجد ميل سين عين، نقطة سين عين أين راجعة كاتبت لكم إياها 5.4، وعين 1.3 على 2، ميل سين عين صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. صاد 2 3 على 2 ناقص صاد 1 4، 3 على 2 ناقص 4 على سين 2 1 ناقص سين 1 5، 1 ناقص 5. هلا أنا بدي أشتغل على البسط بما إنه عبارة عن كسر ناقص عدد صحيح. هون لازم الخطوة اللي بدي أعملها إني نوحد مقامات للبسط لحتى أعرف أشتغل. إذن هون نوحد مقامات 3 على 2 ناقص 4، بحط 4 على 1، 1 ضرب 2 بما إني ضربت بالمقام لازم نضرب بالبسط، 4 ضرب 2 3 على 2 ناقص 4 ضرب 2 8 على 2 على 1 ناقص 5، بطرح بالإشارة الأكبر وتساوي سالب 4. نشتغل على البسط، 3 ناقص 8 الكل على 2، 3 ناقص 8 بطرح بالإشارة الأكبر وتساوي 5 أو سالب 5 على 2 على سالب 4. هنا أنا عندي البسط عبارة عن كسر على المقام سالب 4. في هاي الحالة يا عاشر كنت أحكي لكم بخلي البسط لحاله سالب 5 على 2، سالب 5 على 2 ضرب، بحول إشارة القسمة إلى ضرب وبضرب بالمقلوب. الأربعة هي عبارة عن 1 على سالب 4. أنا هيك رح أشتغل، تصير عندي سالب 5 على 2 الحد الأول أو المضروب ضرب 1 على سالب 4 المضروب فيه، ويساوي سالب 5 ضرب 1 سالب 5، 2 ضرب سالب 4 وضرب بسط مع بسط ومقام مع مقام، 2 ضرب سالب 4 يساوي سالب 8. صار عندي الجواب سالب 5 على سالب 8 ويساوي 5
على 8. وتتذكروا قبل شوي اني انا وجدت ميل ميم، سوري، ميل نون لام. ميل نون لام طلع معنا يا 10 قبل شوي، اللي هو 5 على 8. وانا هلا طلعت ميل سين عين 5 أيضا على 8. اذا بحكي، اذا اللي انتو دائما تحكوا لي شو هدول الثلاث نقاط، اذا ميم نون لام ميل نون لام يساوي ميل سين عين، الميل نون لام يساوي 5 على 8 ويساوي 5 على 8. اذا المستقيمين متوازيين، اذا نون لام يساوي يوازي سين عين حسب ما يطلب منا السؤال. اتمنى منكم انكم تكونوا فهمتوا لحد هلا. وتاني اشي يا عاشر، اي نقطة بكتب لكم اياها بدي ترتبوها على دفتركم علشان ما تتخربطوا، وما فهمت من اول مرة عادي ارجع عيد الفيديو، وان شاء الله اي سؤال ما عندي اي مشكلة. هلا بدي منكم تحلوا لي حل سؤال 1 صفحة 62 ونثبت الدرس على الدفتر. يعطيكم ألف عافية.